Majid Khodem is a long-term participant in the UAE Career Fair. We hope out of our participation in the Career Fair to showcase the company, to showcase the opportunity that Majid Al Khodem provides to the UAE nationals in Dubai and across the region. We have one of the highest emiratization and localization ratios in our team, and we continue to improve on those. نصيحتي لكل شخص يبي يتطور عنده حلم يبي يحققه في مجال المهني لا تترددون انكم تنضمون لعائلة ماجد الفطيم. دائما هناك في ترحيب، دائما في هناك تدريب، في ناس تهتم في شيء اسمه المواطن. Majid Al Futtaim is one of the leading organizations in the country, not only in the UAE but in various countries. We're in 13 countries across the Middle East. We have a vast majority of opportunities for people to come and join us. الحمد لله استخدمنا عدد كبير من المواطنين في جميع الوظائف الموجودة، سواء كان وظائف سينيور مانجمنت، نحن نعتبر القيادية، وايضا الميد مانجمنت يعتبر البحر، وايضا الدنيا الموجوده ايضا. اليوم متواجده اليوم هني عشان اقدم لمجموعه ماجد الفطيم، كونها هي تهتم وايد للامارتيزيشن هالايام، وانا وايد حابه اني اكون بارت اوف ات. عندنا ميزه في الشركه، ميزه مختلفه غير عن التدريب. جو العمل اللي يخلي الواحد يبدع وينتج ويطلع من الدوام كل يوم بابتسامه كبيره على الوجه، مثل ما تكون ابتسامتي يعني. فهاي من الاشياء اللي تكون مميزه، نعم موجوده في الشركات الثانيه، بس في ماجد الفطيم بصوره مختلفه.